بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل ونستعين، منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ضمن تحديات ومنافسات سباق المحلي السادس بانطلاقة واندفاعات سن اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة. نذهب إلى البداية وإلى مقدمة الشوط لنجد على المركز الأول وعلى الصدارة أجد حفلة من تتقدم وتقود الأسماء. عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي من يتقدم ويحضر مع حفلة. المركز الثاني وصلت غلا عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من يتقدم مع غلا. المركز الثالث أرى الحضور والوصول من ميلاف فيصل بن هادي بن فيصل العقب الشهواني من يحضر ويتقدم مع ميلاف. المركز الرابع وصلت وحضرت بيان فرج بن مسعود بن جابر المري من يحضر مع بيان. والمركز الخامس من غيرت من الجانب الآخر أجد الحضور والوصول من مطفية مبارك بن راشد بن سيف القفالي النعيمي من يحضر مع مطفية. هكذا هو النداء للمراكز 5 المتقدمة. نعود إلى البداية وإلى المركز الأول، إلى الصدارة وإلى الكادر الأول لنجد حفلة على المقدمة، حفلة على الصدارة. عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي، ولكن أرى القدوم من مطفية، واصل مطفية مبارك بن راشد بن سيف القفالي النعيمي من يحضر مع مطفية. يا سلام. المركز الثالث أرى القدوم والوصول من قبل غلا عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من يتقدم مع غلا. يا سلام يا سلام. المركز الرابع ما زالت بيان فرج بن مسعود بن جابر المري، وأرى القدوم والوصول من اسم جديد على المستوى الخامس، هذه دمعة محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري من يحضر مع دمعة. شوط الانتاج، شوط الانتاج والمنتجين، من يحضر بهذا المساء، من يتقدم ويسجل حضورا ذهبي. ولكن عودتنا إلى المقدمة وإلى البداية وإلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى المقدمة، إلى حفلة، يا حفلة. ولكن غيرت، تابع اللي غيرت دمعة، هذه دمعة، هذه دمعة، هذا بن قريع محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري من غير مع حفلة. إلى البداية وإلى المركز الأول، عين على نقطة هذا الشوط. ولكن غلا، غلا عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري من يتقدم مع غلا وحفلة على المستوى الثالث. عبد الله بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. والمركز الرابع أرم طفية مبارك بن راشد بن سيف القفالي النعيمي. والمركز الخامس لنختم نداؤنا ببيان فرج بن مسعود بن جابر المري. ولكن لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى دمعة وإلى مالك دمعة بن قريع من يتقدم مع دمعة. مع شوط الانتاج، شوط الانتاج والمنتجين، لمن هذا الشوط؟ دمعة تقدمت، دمعة تقدمت على المركز الأول
الأول. يا سلام يا سلام، هذه دمعة هذه دمعة، ولكن غلا 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 على المستوى الثاني. عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. والمركز الثالث أرى بيان فرق بن مسعود بن جابر المري. والمركز الرابع اسم جديد اللي واصل واللي قادم، يا سلام، النجادية واصلة على المستوى الرابع، هنالك محمد بن جابر بن سالم بن زيوح المري. والمركز الخامس يا سلام، ولكن لنا عودة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى من تتقدم، إلى غلا أو دمعة. يا سلام يا سلام، مالك دمعة من يتقدم. ولكن دمعة على المقدمة، دمعة على الصدارة. يا سلام، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري من يتقدم مع دمعة ويحضر بهذا المساء مع شوط الانتاج. دمعة 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 من تتقدم، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. والمركز الثاني أرى الاسم اللي قادم والشعار اللي واصل، أرى شعار بن مهيرة، ولكن إلى البداية، إلى المقدمة، إلى دمعة، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري من يتقدم مع دمعة ليقود الأسماء، ليبحث عن نقطة ذهبية بهذا المساء الجميل بأشواط اللقاية بفئة الإنتاج. دمعة يا دمعة، محمد بن بخيت بن حمد بن قريع، ولكن بن مهيرة واصل، بن مهيرة قادم. يا سلام، ميراج وصلت. جابر بن سالم بن سعيد القربوعي المري الواصل مع ميراج. دمعه وميراج، ميراج ودمعه، الشوط لمن؟ ولكن دمعه على البدايه، دمعه ما زالت صامده، ولكن ميراج ودمعه وميراج، ولكن ميراج لمن الشوط. حضرت ميراج، وصلت ميراج، وصل القربوعي جابر بن سالم بن سعيد القربوعي المري من يقتنص ويفوز عند الامتار الأخيرة، من يحضر مع ميراج. تهانينا والناموس إلى مالك ميراج جابر بن سالم بن سعيد القربوعي المري. المركز الثاني وصلت دمعة، أدت عرض تشكر عليه محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. المركز الثالث وصلت وحضرت الهبوب، سعد بن سعود بن حمود بن شافي الشافي. المركز الرابع وصلت النقادية، محمد بن جابر بن سالم آل زيوح المري. والمركز الخامس وصلت مزاحة، محمد بن صالح بن حمد القمرة من حضر مع مزاحة. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك ميراج جابر بن سالم بن سعيد القربوعي المري، من فاجأتنا عند الأمتار الأخيرة لتقتنص شوط الإنتاج. التوقيت الزمني لحظات الوصول 7:47 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.